على كل حال ما تخافش يا شاكر، دي حاجة سهلة أوي. أنا عندي هنا الولد اللي أوعى تقولها. يا شاكر ده واد أمير وطيب وابن حلال كالنعجة الحلوب، لا يهش ولا ينش. أدخل. ما شاء الله قمر. إيه ده؟ إيه القميص الشياكة ده؟ ده كله من خير يا سعادة البيه. إيه يا دوح؟ انبسطت بالأجازة؟ الحمد لله. والله يا ممدوح أنا مش عارف أشكرك إزاي. لا شكر على واجب سعادة البيه. اقعد يا ممدوح. العفو بيه. اقعد يا ممدوح، اقعد. الواحد لما ربنا يا ممدوح يقدره إنه يعمل خير بيعمله. ولا إيه؟ طبعًا. طبعًا يا سعادة البيه. عظيم. شاكر بيه يا ممدوح واقف في مشكلة. يا ساتر يا رب. مشكلة زي اللي انت هي مأمورية زي اللي فاتت. زي اللي فاتت؟ زي اللي فاتت بالظبط. فاهم يا ممدوح؟ فاهم يا سعادة. عارف هتعمل ايه؟ هعمل ايه يا سعادة البيت؟ اديني بروح انام بالليل واصحى الصبح اروح على طول. جودي انا ايه؟ انا ماشي مش قادر اعمل. ليه؟ ما انت قاعد شويه بس معانا عشان هنا معاك. انت عارف كل الاجراءات. اتصرف يا اخي. يا شاكر ما تيجي تقعد بس شويه. تاني غريب؟ اطمن كله تمام. ممدوح شاكر بيه مليونير مالتي مليونير فلوس بالابد. يا بيه من غير حاجه. احنا بنعمل طيب. انا عارف. انا مش عارف اشكرك ازاي يا ممدوح الحقيقه. الكارت بتاع شاكر بيه في نمرة التليفون والعنوان وكل حاجة. سلام عليكم. السلام عليكم. اه ممدوح؟ نعم. اه من حق. انت اخر علاوة خدتها امتى؟ ده كان من زمان يا سعادة البيه. اظن ان الاوان انك تاخد علاوة تاني. انا بس عايز افكر حضرتك بحكاية الشقة. شقة ايه؟ الشقة. ممدوح ارجوك ابقى فكرني دايما بحكاية الشقة دي. حاضر. عشان اقدر بس اعمل لك حاجة. حاضر. موفق ان شاء الله. نعم. موفق بإذن الله. بالسلام. بالسلام. سلام. يخدم. وبعدين قال يا شاك مالك؟ قال لي ما تبقاش عصب. اهدى اهدى. لقد تأخر صاحب المهمة. زمانه جاي يا سيدنا الأستاذ. أهو جه. ما تشوف باب بيتكم ده يا أخي. ايه اخرت ليه؟ توت؟ لا انا كنت فاكر ان مفيش ازاز. خبطت. تعال اتفضل. خش. اهلا بحلال العقد. هم. السلام عليكم يا مولانا. وعليكم يا سيد ممدوح. نحن جاهزون بانتظارك. اتفضل. انا مش مستحمل. اسمع خلص انت الاجراءات وانا رايح على الكاميرا. ايه ايه هتروح فين يا اخي؟ اروح فين ايه؟ عايزني اعرف يعني ايه ده؟ انت غريب. سياده المدير العام. ايوه يا سيدي. هل ستحضر العروس؟ لا هاخد لها الظرف. اذا البصاقه يا سيد ممدوح. او لا داعي لا داعي فلدينا جميع البيانات. اتفضل امضي. هنا هو. لو سمحت تأمرنا سيادتك بتوقيع الهالة. انت محظوظ يا استاذ ممدوح. ومش حضرتك قلت لي؟ انا قلت انه مكروه فقط. انا عايز اسال سؤال يا مولانا ممكن؟ اتفضل يا ابني اسال، ليس في الدين من حرج. اصل المره اللي فاتت لا ده هو الحلال بعينه. يعني
مش خيانه يعني؟ ها لا 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 لا، ده زواج على سنه الله ورسوله، الحرام ان تفعل العكس. صحيح يا مولانا. الا صحيح، الحديث الشريف واضح وصريح في الموضوع ده. احنا ما قلناش حاجه. ها لا لا لا، ما قلناش. تفضل يا استاذ. مبروك يا استاذ ممدوح، موعدنا في الغد ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. السلام. ممدوح، طبعا انت مش عايزنا نوصيك تاني. لا يا بيه، زي ما قضيت يا ممدوح المهمة الأولانية، عايزك تقضي المهمة التانية بنفس الأمانة. بنفس الأمانة يا بيه. كويس. الأوضة اللي هتنام فيها ايه؟ كان شاكر بيه ساب لك معايا مبلغ، عايزك تاخد دول. ما بلاش بيه. كريم دول. احنا ما بنعملش حاجة يعني. معلش، خد دول، خد دول. كم دول يا بيه؟ دول 2000، وبعد ما تخلص المهمة بتاعتك ليك فلوس بعد كده كمان. ربنا يجعله عامر يا بيه. مش هوصيك. لا يا بيه. Thank you.